مفاجأة كبيرة إن بايرن ميونخ وبرشلونة وريال مدريد خسروا مباراة من المباراتين اللي لعبوهم. مفاجآت في ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية، مفاجآت كبيرة جدا. تعالوا بينا مع بعض نشوف الترتيب بقى عامل إزاي. يتصدر الترتيب في المركز الأول بروسيا دورتموند برصيد 6 نقاط، وكمان زيه ستاد بريست برصيد 6 نقاط، لكن طبعا فرق الأهداف في صالح بروسيا دورتموند. المركز الثالث بنفيكا 6 نقاط، برضه باير ليفركوزن 6 نقاط، ليفربول 6 نقاط، أستون فيلا اللي استطاع إن هو يفوز على بايرن ميونخ 6 نقاط، يوفنتوس في المركز السابع برصيد برضه 6 نقاط، بعد كده مانشستر سيتي 4 نقاط في المركز الثامن، انتر ميلان في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، كمان سبارتا براغ في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، اتلانتا في المركز ال11 برصيد 4 نقاط، سبورتنج لشبونه في المركز ال12 برصيد 4 نقاط، ارسنال في المركز ال13 برصيد 4 نقاط، كمان موناكو في المركز ال14 برصيد 4 نقاط، بايرن ميونخ في المركز ال15 برصيد 3 نقاط، برشلونة في المركز ال16 برصيد 3 نقاط، ريال مدريد في المركز ال17 بعد هزيمته قدام ليل في المركز ال17 حامل اللقب برصيد 3 نقاط، نادي ليل بعد الفوز على ريال مدريد في المركز ال18 برصيد 3 نقاط، باريس سان جيرمان في المركز ال19 برصيد برضه 3 نقاط، نادي سيلتيك في المركز ال20 برصيد 3 نقاط، كلوب بروج البلجيكي في المركز ال21 برصيد 3 نقاط، فينورد الهولندي في المركز ال22 برصيد 3 نقاط، اتلتيكو مدريد في المركز ال23 برصيد 3 نقاط، وفي المركز ال24 اندهوفن برصيد نقطة واحدة، شتوتجارت الالماني في المركز ال25 برصيد نقطة واحدة، 26 بولونيا برصيد نقطة، شختار في المركز ال27 برصيد نقطة، دينامو زغرب في المركز ال28 برصيد نقطة برصيد نقطة واحدة، وبعد كده من اول ال29 لحد ال36 كل دول ما عندهمش ولا نقطة، اللي هم اندية ليبزيج الألماني، جيرونا الأسباني، نادي ستورم، سي ميلان الإيطالي ما عندوش ولا نقطة، سالزبورج وسلوفان ويانج بويز كل دول ما عندهمش ولا نقطة لحد دلوقتي. مفاجأة كبيرة إن سي ميلان ما عندوش ولا نقطة، ومفاجأة كبيرة إن ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان خسروا. شوف النظام الجديد هيرسى على إيه وفي الآخر هيحصل إيه. النظام أصلا اللي معمول عشان الفرق الكبيرة هي اللي تصعد، أصبح الفرق الصغيرة هي اللي عاملة مفاجآت وتتصدر الجدول. هنشوف هيحصل إيه في النهاية. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أتمنى تشتركوا معانا وتسجلوا دعمونا. تعالوا نرجع على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.